السلام عليكم. هذا الدرس راح نوضح الهايت والوث، الأرض والارتفاع للإلمنت. لأن هذا الديف فإحنا نريد نعطي عرض معين، أوكي؟ يعني هذا هو حاليا هو أوت سايز. لو تلاحظ الآن لو تكبر الآن هو أوت سايز، معناه أنه يعتمد على السايز للمتصفح. لاحظ الآن هو متجاوب مع المتصفح، فأنا أريد أعطيه عرض معين، أوكي؟ أسحب إلى اليسار، تمام. هذا الديف الآن أريد نعطيه الويدث ليكون 600، أوكي، بكسل. ويعني أوكي، بس خلينا نعطيه أيضا الهايت، وليكون على سبيل المثال 300 بكسل، أوكي. فالويث هنا يعني اخذ الويث على اساس انه عرض. لو تجي على المتصفح وتكبر فراح يبقى عندك الويث ثابت، يعني ما راح يكون ريسبونسيف وذ ذا براوزر، يعني ما راح يكون متجاوب مع البراوزر، راح ياخذ العرض اللي انت اعطيته اياه. بالنسبه للهايت، يمكن انه في الهايت يعني في عندنا الصوره الى هايت معين، الى ارتفاع معين، يعني اليمنت معين الى هايت، ايضا تقدر تحدد الارتفاع.